السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم قناة آفيو اتصالا لأرابيك فايتين يونيفرس. في حلقة اليوم سنتحدث عن تشارلز أوليفيرا وتحليل بسيط لما تغير في طريقته أثناء نزالته الأخيرة، بما أننا على بعد أيام فقط من قتاله على اللقب ضد إسلام مخاشاف، وهذا كما ننوه دائما اجتهادنا الشخصي ومنه أي وجهة نظر أخرى لا تنسوا ذكرها بالتعليقات. كذلك لا تنسوا دعمنا باللايك والشير والمتابعة وكذلك متابعتنا على تويتر والفيسبوك والتليجرام، سنوفر روابط النزالات المذكورة في قناة الوصف. لنبدأ على بركة الله. لطالما اتهم بعض المقاتلين تشارلز بأنه يستسلم بسهولة بعد عدة ضربات تحت الضغط خاصة أمام النخبة. قد نتفق مع هذا أو نختلف، لكن خسائر تشارلز الثمان لا تفند ذلك. وإن عذرناه فكون انضمامه لليو اف سي بسن صغيرة وعامل الخبرة مؤثر بالطبع، وخبرته آنذاك كانت غير موجودة حقا وليست كما هي بعد 10 سنوات تقريبا. البطل حاليا تغير، لكن إن عدنا لآخر هزيمة له والتي كان ضد بول فالتر سنجد أنه يكون في أوج عطائه، لكن ما إن لم تسر الأمور مع خططه ويقع عليه الضغط وأول ضربة أو اثنتين ينقلب على عقبيه. لكن عند مشاهدتنا لقتاله على اللقب ضد مايكل تشاندر سنجد تغييرا مهولا قد طرأ عليه، وهو وقوفه ضد الضغط والرجوع من حافة الهزيمة إلى النصر حيث أطيح به الجولة الأولى وعاد الجولة الثانية بعد استبساله وفاز باللقب. كذلك من أسباب انهزامه هو تسرعه إن صح القول وتسريع خططه لإنهاء القتال في أقرب وقت برتم جوجوتسو عالي وهجوم شرس. لكن أحيانا الخصم يتحمل الموجة ثم يجد نفسه متعب، وهذا ما حدث مع فالد حيث كاد أن ينهيه بدارت شوك، لكن استبسال بول مكنه من العودة وإنهاء تشارلز الذي أخضع تحت تأثير الضربات. بالمقارنة مع قتاليه الأخيرين نجد البطل قد غير من استراتيجيته، بحيث نلخصها في نقطتين. النقطة الأولى، أصبح يتحمل ضربات ويستبسل لأن لديه ما يستبسل لأجله، حيث رأينا أن داستن بوريا قد أسقطه مرتين وجاستن جيجي كذلك، وعاد في كلا الحالتين، والسبب أنه يعلم أن خصمه هذين بالتحديد سيتعبان، وهذا ما يقودنا للنقطة الثانية. تعب المنافس هو إتعاب المنافس حقيقة، بحيث يقوم دائما برمي ركلات سفلية جانبية وركلات أمامية للبط على طول الخط، وهذه الاستراتيجية معروفة والنتيجة منها استنزاف طاقة الخصم. زد على ذلك أصبح لا يسرع من عملية الإنهاء، بل رتمه متوازن يترك خصمه بإسراع الرتم مع الحفاظ على رتم الكامل للمباراة متوازنة. فستجد أن داستن قد وضع نصف مجهوده في الجولة الأولى ثم هجم عليه تشارلز بالإخضاع في الجولات الثانية حتى استطاع إخضاعه، بينما جاستن معروف دائما بتعبه لما يدخل طور القوة بدون تركيز، وجاستن كان سيفوز بالقتال لو قاتل كما قاتل توني فيرغسون، لكن تشارلز قاتله تقريبا مثل حبيب مع استراتيجيته الجديدة فأسقطه بضربة وأخضعه على الأرض في الجولة الأولى. تغير رهيب حقا يليق بالبطل، ولكن يا ترى هل سيغير شيئا أو يضيف جديدا أمام إسلام؟ إسلام نفسه طويل ولا يقاتل كما يقاتل هذين الأخيرين، سنرى بإذن الله في أكثر قتال منتظر هذه السنة ماذا سيحدث. بهذا نصل لنهاية الحلقة، أرجو أن الحلقة أعجبتكم، إن كان كذلك ساعدونا لتصل الحلقة إلى 100 لايك، لن تنسوا دعم القناة ومتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.